والاعتكاف له مقاصد عظيمة وجليلة، منها اغتنام ليلة القدر، لكن يعتكف بالمعنى الصحيح الاعتكاف، يعتكف ذاكرا شاكرا مقبلا على قراءة القرآن، على الدعاء والمناجات، بعيدا عن اللهو. المصيبة الآن في زماننا دخلت على الناس الملهيات حتى في الاعتكاف، بعض الناس وهو معتكف بزعمه يفتح الجوالات الحديثة ويدخل في برامج اللهو، برامج اللهو، ويسرح بنظره هنا وهناك في متاهات الغفلة والضياع. هذا اعتكاف؟ فالحاصل أن الاعتكاف هو جمعية للقلب على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى ذكره، وبعد عن جميع الشواغل والملهيات. هذا هو الاعتكاف. إذا تحول الاعتكاف إلى مجالس سمر، حتى إن بعض الناس لا يتأدون من بعض من يسمون معتكفين من أصواتهم العالية ومزاحهم وضحكهم وتندرهم وأشياء من هذا القبيل. نعم.